بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة. سنقوم بإنجاز إن شاء الله هذا التمرين حساب نهاية بطريقة بسيطة جدا لجميع الشعب يعني العلمية والأدبية والتسيير والرياضيات والتقنية الرياضية، لأن وجدت طلبات كثيرة عبر الفيسبوك يعني أن في طلبة لا يجدون هذه العملية. سنقوم إن شاء الله، هي يوجد عدة طرق لكن سوف نختار إن شاء الله لكم الطريقة البسيطة حتى يحل عندكم هذا الإشكال. إذا ننطلق في المثال الأول على بركة الله. قال احسب نهاية المثال الأول عند، أولا عند الناقص ما لا نهاية وعند الزائد ما لا نهاية. هنا أبنائي يعني لا تخافوا، الأمر بسيط جدا، أنكم ما عليكم إلا لو جئنا بالعبارة هنا نكتب هكذا ليميت، هكذا ليميت هذه العبارة اللي هو المثال الأول، لما الإكس في الأول يؤول إلى النقص ما لا نهاية. ماذا تقول القاعدة أبنائي؟ بكل بساطة تقول عوض، قم بالتعويض في هي نهاية أكبر حد في الأس، احذروا يعني الترتيب يجب أن يكون، يعني تصبح ليميت هكذا ليميت 2 إكس قوة 3 لما الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية، تصبح تساوي، لاحظوا تصبح هكذا 2 في ناقص ما لا نهاية يعني قوة 3 بهذه البساطة، ناقص في ناقص في ناقص، كم من ناقص؟ 3، هو عدد فردي، إذا تبقى لنا ناقص ما لا نهاية. بهذه البساطة أبنائي ما لا تخافوا أصلا. عند الزائد ما لا نهاية نضع هنا إلا الزائد ما لا نهاية هكذا، وهنا نعوض في أكبر حد عند الزائد ما لا نهاية، تصبح زائد ما لا نهاية قوة 3 اللي هي زائد في زائد في زائد لا يحدث شيء مهما كان، فتصبح زائد ما لا نهاية بهذه البساطة مع المثال الأول. نأتي الآن إلى المثال الثاني أبنائي، هكذا ركزوا أرجوكم حتى تتعلموا. ها هو المثال الثاني أمامكم. في المثال الثاني نفس الخطة، بما أنها دالة كثيرة حدود. ما معنى كثيرة حدود؟ معناه لا يوجد فيها الإكس في المقام، ليس عدد، ليس عدد، ليس عدد هكذا، هذه كذلك تبقى كثيرة حدود. الدالة التناظرية هي التي نجد فيها الإكس في المقام، يعني هكذا حتى يعني تصبح غير معرفة على R. هنا كذلك أبنائي نكتب هكذا ليميت ها بهذه البساطة لما الإكس يؤول إلى النقص ما لا نهاية، كذلك نفس الخطة نعوض في أكبر أس، تصبح ليميت ناقص 3 إكس قوة 4 لما الإكس يؤول إلى النقص ما لا نهاية، تصبح تساوي ناقص 3، لاحظوا أبنائي في إكس قوة 4 معناه ناقص ما لا نهاية كأنما قوة 4 هكذا، ناقص في ناقص في ناقص في ناقص، كم من ناقص؟ هنا عندكم 4 ناقص يعني تصبح زائد، والناقص هذا الذي في الخارج ناقص في زائد تعطي لنا ناقص ما لا نهاية، إذا النهاية هي الناقص ما لا نهاية. الآن نفس الخطة عند الزائد ما نعوض هنا بزائد ما لا نهاية، وهنا بزائد ما لا نهاية، وهنا بزائد ما لا نهاية، زائد ما لا نهاية في زائد ما لا نهاية تبقى لنا دائما زائد ما لا نهاية، والناقص هذا الذي يوجد بالخارج سوف تعطينا الناقص ما لا نهاية، إذا النهاية في كلا الحالتين سوف تعطينا ناقص ما لا نهاية. نأتي الآن مع المثال الأخير في هذا الجزء، لاحظوا كذلك قال ليميت، لاحظوا لما قلنا الإكس في الأول يؤول إلى الناقص ما لا نهاية، العبارة هي، العبارة هي هذه التي نلاحظها هنا، تصبح بهذه البساطة نعوض في أكبر حد، سوف تصبح ليميت هكذا أبنائي ناقص إكس قوة 3 لما الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية، نعوض تصبح ناقص، ركزوا وعوض هنا ناقص ما لا نهاية قوة 3، ناقص في ناقص في ناقص هو الناقص، والناقص الذي بالخارج أكيد سوف يصبح عدد زوجي من الناقص، معناه تصبح زائد ما لا نهاية. الآن عند الزائد ما لا نهاية كذلك اللي هي ليميت ماذا؟ نعوض في أكبر أس اللي هي ناقص أكبر حد يعني في الدرجات، تصبح إكس قوة 3 هكذا لما الإكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية، سوف تصبح ناقص في زائد ما لا نهاية قوة 3، تصبح تساوي لنا زائد في زائد في زائد لا يحدث شيء، تصبح ناقص في زائد ما لا نهاية، وهذا يعطينا ناقص ما لا نهاية بهذه البساطة أبنائي فقط، يعني لا تخافوا في هذه الأشياء مهما كانت الأمور. يقول أحدكم يا أستاذ لو وجدنا هكذا مثلا 1/2 في إكس قوة 3 زائد مثلا إكس، أين نعوض؟ عوض هنا، يعني لا تخف، هذه دالة كثيرة حدود، لأن هذا العدد يمكن أن نكتبه 0.5 في إكس قوة 3 زائد إكس، يعني لا تتعبوا عقولكم،
هذه فيما يخص جزء الدالة كثيرة الحدود. نأتي الآن إلى الدالة التناظرية. قال كذلك احسب النهايات هنا عند الناقص ما لا نهاية والزائد ما لا نهاية وعند الناقص واحد أكيد بقيم أكبر وقيم أصغر. أولا نبدأ في المثال الأول الذي يقول، لاحظوا جيدا أبنائي، نبدأ مع هذا المثال. أولا عند الناقص ما لا نهاية نكتب هكذا الليميت الإكس يؤول عند الناقص ما لا نهاية لهذا المثال. هنا أبنائي بما أنها دالة ناطقة أو دالة كسرية بأبسط طريق تقول أكبر في هذه في الناقص ما لا نهاية والزائد ما لا نهاية، نقول ليميت ماذا؟ أكبر حد، ها هو أكبر حد أبنائي، على أكبر حد لما الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية تساوي، ركزوا أبنائي ولا تخافوا، يختزل هذا مع هذا كم تعطي لكم؟ إكس لما نختزله مع الإكس لأن الإكس في الأصل مضروب في واحد وهذا مضروب في واحد سوف يبقى لنا واحد على واحد وتساوي لنا واحد بهذه البساطة أبنائي لا تخاف. لو كانت هنا مكتوبة مضروبة في اثنان يبدأ لكم هنا اثنان على واحد تبقى لنا هنا القيمة اثنان فقط، يعني ليس الأمر معقد. وهنا كذلك يوجد لنا عند الزائد ما نفس السيناريو، هنا نصبح زائد وهنا زائد أكبر حد على أكبر حد سوف نجدها كذلك كم؟ نجدها واحد. ماذا نقول عن التفسير البياني لهذه النهاية؟ لاحظوا عند الما لا نهاية معا لا يهم النقص أو الزائد وجدنا عدد. هنا التفسير البياني نقول إيغريك يساوي لنا واحد مستقيم مقارب، كيف هو أبنائي؟ أفقي، يعني موازي لمحور الفواصل. هذه فيما يخص عند الزائد ما لا نهاية والناقص ما لا نهاية للدالة الكسرية. خذوا أكبر أس أكبر حد في الأس مع أعداده وإشاراته وفي المقام نفس القاعدة. الآن بعد ما أكملنا الآن مع الزائد ما لا نهاية والناقص ما لا نهاية نأتي الآن إلى العدد اللي هو الناقص واحد. لماذا قال عند الناقص واحد؟ لأن الدالة هذه أصلا غير معرفة عند الناقص واحد. لو نعوض هنا بناقص واحد زائد واحد سوف نجد صفر، يعني وكأنما أبنائي وكأن مجموعة تعريف هذا المثال هي R معادا ناقص واحد. نكتب الآن نأتي نقول هكذا ليميت ماذا؟ ليميت الإكس أولا يؤول إلى الواحد، ولكن لو نفكك هذا المجال هو من ناقص ما لا نهاية إلى غاية ناقص واحد مفتوح اتحاد من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية. الآن يعني النهايتين هذه هذا الناقص ما زي ما قد حسبت ووجدت أنها القيمة واحد، بقي الناقص واحد بقيم أكبر وقيم أصغر. كيف نفعل؟ أولا لاحظوا لو نجرب مباشرة ماذا نجد؟ نعوض، نعوض في البسط سوف نعوض بماذا؟ قلنا ب نعم سوف قلنا نعوض بالناقص واحد، سوف تصبح ناقص واحد ناقص واحد على ناقص واحد زائد واحد. ركزوا تصبح في البسط كم؟ ناقص اثنان وفي المقام صفر، وهذه حالة عدم التعيين. لكن هنا أبنائي عندنا نقبل دون برهان أن نلاحظ عندنا هذه هذا موجود في الدرس السنة الثانية قد درستموه، هذه أمور يعني تحفظ. ما هي هذه الأمور؟ تقول هذه لاحظوا ماذا تقول؟ تقول ليميت واحد على إكس ناقص أ لما الإكس يؤول إلى أ بقيم أكبر، لاحظوا كم تساوي الزائد ما لا نهاية، بقيم أصغر تساوي الناقص ما لا نهاية، وليميت واحد على إكس ناقص أ الكل مربع عند الأ، ما قال لا لا تقول عند بأكبر أو كل أو بأكبر أو بأصغر، إنما تساوي مباشرة زائد ما لا نهاية. هذه أمور قد درست في السنة الثانية، لكن يعني أنا اخترت طريقة ربما تكون أسرع منها وأفضل منها لأن ربما الطلبة في بعض الأمثلة تخطيط عليهم. لاحظوا ماذا فعلت. أولا أين حدث الإشكال؟ حدث الإشكال في المقام، حدث الإشكال في هذا لأن لاحظوا ماذا حدث، أما البسط ظهر عدد عادي ناقص اثنان. الآن ونحن نعلم أن لا يوجد عدد على الصفر، ماذا نأتي؟ نأتي إلى المقام ونكتبه هنا هكذا. عند ماذا ينعدم المقام؟ عند ماذا ينعدم المقام؟ لاحظوا هيا نبحث عن المعادن. إكس زائد واحد يساوي الصفر، نقول هذا يصبح إكس يساوي ناقص واحد، يعني المقام عند ماذا ينعدم؟ ينعدم عند الناقص واحد، نكتب هنا ناقص واحد.
أكيد هنا الزائد ما أن عفوا من هنا الناقص ما لا نهاية، ومن هنا الزائد ما لا جدال، ونجعل هكذا أبنائي. ركزوا، نجعل أنه أن هذه القيمة x زائد 1 تنعدم عند الناقص 1. الآن هي من أي درجة؟ من الدرجة الأولى. هنا الأ كم؟ الأ هو 1. ماذا تقولون؟ بيدك لو جئنا إلى هكذا وأنت موجود هكذا، لاحظ هذه يدك اليمنى تقول نفس، لم نقل زائد، قلت نفس فقط، وهنا تقول عكس. عكس ماذا؟ إشارة الأ، دائما عكس الأ، وهنا نفس الأ. ما هو الأ؟ هو هذا العدد المضروب في الإكس. إذن لو تفتح يدك اليمنى قل نفس، يعني حتى اليمنى معروفة بالخير يعني نفس، واليسرى تقول عكس. ما معناها؟ معناها الأ موجب، معناها تصبح هنا نفس معناها زائد، وهنا ناقص. احذروا لو كانت مكتوبة هكذا ناقص إكس ناقص زائد مثلا واحد، هنا احذروا، يعني هنا أو مثلا هكذا هنا كذلك، يعني عليكم أن تحذروا من هذه الأشياء. أنا تصبح هنا ناقص وهنا زائد، لأن قلنا عكس، تعكس كل شيء يعكس. الآن هكذا، الآن بقيم أقل ماذا نكتب؟ لاحظوا الآن بسيط جدا. إذن أولا عليكم بتعلم ماذا؟ تعلم المجال، إشارة الإشارة، ثم ابدأوا بالعمل البسيط. الآن قولوا بقيم أقل، ها هي بقيم أقل بهذا الاتجاه تصبح لنا ناقص. كلمة ناقص معناها صفر ناقص، بأبسط طريقة ناقص معناها صفر ناقص. ونعلم أن، لاحظوا هنا نكتب ما لا نهاية مباشرة، الناقص في الناقص ماذا تعطي لنا؟ زائد، بهذه البساطة فقط. تعالوا الآن نأتي بقيم أكبر، نقول ليميت ماذا؟ الاف لي اكس اللي هي نفسها العبارة، لما الاكس يؤول إلى الناقص واحد، دائما إلى الناقص واحد، هنا نسيت ناقص واحد، بقيم أكبر. لا تخافوا أبنائي، في البسط عوضنا كم وجدنا؟ البسط يبقى ثابت، القيمة ثابتة مهما كان، تبقى لنا ناقص اثنان، وفي المقام صفر، لكن بقيم أكبر عندنا ماذا؟ زائد، ضعوا هنا صفر زائد فقط أبنائي، يعني بأبسط طريقة، واكتبوا عدد على صفر زائد هو المال نهاية لا جدال، يبقى حرب الإشارات. ناقص في زائد كم؟ ناقص. لاحظوا أبنائي، ها هي النهايات ظهرت بأبسط طريقة، اللي هو بطريقة الجدول، وهي تخرج نفسها مثل ما هو موجود هنا في التعريف، إلا أن رأت أن التعريف فيه كثيرون من الطلبة لا يجدون هذه العملية، فاخترت طريقة الجدول لتكون أبسط. الآن لاحظوا وجدنا ناقص ما زائد ما لا، نقول التفسير البياني هو x يساوي ناقص واحد مستقيم مقارب، كيف هو؟ عمودي أو موازي لمحور التراتيب. لاحظتم أبنائي؟ يعني الأمر أصبح يتضح رويدا رويدا بهذه البساطة. نأتي الآن إلى المثال الثاني. الآن في المثال الثاني أبنائي كذلك عندنا، ها هو المثال الثاني، أكيد هنا أولا قال أحسب عند الناقص ما لا نهاية بنفس الخطة التي تحدثنا عليها، نكتب هنا ليميت الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية، تصبح تساوي أكبر حد على أكبر حد، يعني تصبح ليميت ماذا؟ 2 إكس مربع على إكس، لما الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية، يختزل هذا مع هذا تصبح ليميت ماذا؟ 2 إكس، لما الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية. عوضوا الآن هنا بالناقص ما لا نهاية، سوف تعطيكم أكيد ناقص ما لا نهاية فقط، لأن 2 في ناقص ما يصبح ناقص ما لا نهاية، هذا الأمر. الآن عند الزائد ما لا نهاية مباشرة نكتب هنا زائد ما لا نهاية بنفس الخطة، زائد ما لا نهاية وهنا زائد ما لا نهاية، عوضوا هنا في بالزائد ما لا نهاية سوف تجدون زائد ما لا نهاية. هذه فيما يخص عند ماذا؟ عند ما لا نهاية. الآن نأتي إلى الإثنان. الإثنان قال أحسب عندها لأنها تعدم المقام، يعني نحسب بقيم أكبر وقيم أصغر مثل ما فعلنا في مع الناقص واحد في المثال الأول. الآن هنا في هذا المثال كذلك نأتي إلى المقام ونبحث عليه أين ينعدم.
ها هو المقام، نكتب هكذا x ناقص 2 يساوي 0، نقول هذا أكيد سوف نجده عند الاثنان. إذا مباشرة نكتب قيمة المقام في الجدول تصبح x ناقص 2 ينعدم عند الاثنان هكذا أبنائي. هنا قلنا الناقص ما لا نهاية، وهنا الزائد ما لا نهاية. هنا ماذا قلنا؟ هنا عكس، ها هو الأ هو واحد وهنا نفس. بعد ما عيننا جدول الإشارة الآن أصبح كل شيء سوف يظهر مباشرة، تصبح ليميت ماذا؟ 2 إكس مربع زائد 5 على إكس ناقص 2 لما الإكس يؤول إلى ماذا؟ إلى الإثنان بقيم أقل، يعني من هذه الجهة. تعالوا الآن أبنائي ما علينا إلا عملية التعويض، تصبح كم؟ تصبح لاحظوا في تصبح نعوض بالإثنان، تصبح إثنان في إثنان مربع زائد 5 وفي المقام إثنان ناقص 2، ركزوا تصبح هنا كم؟ تصبح هنا 4 في 2 هي 8 زائد 5 تصبح 13 على 0، لكن نحن نقول بقيم أقل، ها هي الصفر ناقص بهذه البساطة فقط. وتصبح عدد على الصفر ناقص هو المالا نهاية، وحرب الإشارات الناقص وهذا عنده زائد سوف تصبح ناقص مالا نهاية بهذه البساطة. نفس الآن الطريقة بقيم أكبر، بقيم أكبر نقول ليميت ماذا؟ f لإكس لما إكس يؤول إلى الإثنان بقيم أكبر هكذا، تحدثنا بقيم أقل، عوضنا مباشرة تصبح في البسط 13 وفي المقام صفر، لكن بقيم أكبر لاحظوا إلى الجدول عندنا الزائد، نكتب هنا زائد تصبح ما لا نهاية، ليس 13 على الصفر إنما على صفر زائد، لا يوجد على الصفر، حرب الإشارات هذا زائد وهذا زائد تصبح لنا زائد ما لا نهاية. بما أن وجدناهم ما لا نهاية كلا لا يهم الزائد أو الناقص عند العدد، نقول x يساوي 2 مستقيم مقارب عمودي، هذا هو التفسير البياني لهذه النهاية. الآن بعد ما أكملنا مع هذا المثال نأتي الآن إلى المثال جيم. في المثال جيم أبنائي كذلك عندنا ماذا؟ ها هو المثال جيم، إذا عندنا ليميت 3 ناقص إكس هنا لما الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية في الأول، نعوض أكبر حد على أكبر حد، إلا أن هنا احذروا تصبح ليميت ناقص 4 إكس على ليس على الثلاثة، احذروا على أكبر حد، ها هو الأكبر حد هو الناقص إكس، احذروا ليس الثلاثة هو الناقص إكس، لما الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية. نختزل هذا مع هذا سوف تعطينا ناقص 4 على ناقص 1 اللي هو 4 بهذه البساطة. الآن عند الزائد من نفس الخطة، معنى هنا زائد وهنا زائد، وتصبح مباشرة التفسير البياني Y يساوي 4 مستقيم مقارب كيف هو أفقي هكذا أبنائي بهذه البساطة. ركزوا قلت هنا عليكم باختيار الإكس واتبعوا مع إشارته، لو كان مكتوب 3 ناقص 4 إكس في المقام يعني لا نهتم بالبسط، تصبح ناقص لما نحسب ناقص 4 إكس على ناقص 4 إكس، خذوا هذا وتصبح هكذا وتصبح لكم واحد، يعني النهاية تصبح واحد في هذه الحالة. الآن بعد ما أكملنا مع المالانهاية سوف نأتي إلى العدد، تصبح ليميت الإكس يؤول إلى ماذا؟ إلى الثلاثة هنا ناقص قلنا إكس هكذا بقيم أقل، تصبح أولا نأتي إلى المقام ونجعل له جدول إشارة، ماذا يصبح أبنائي؟ يصبح ثلاثة ناقص إكس يساوي الصفر، ننقل هذا إلى هذا الطرف لأنها معادلة، يصبح x يساوي 3، إذا نأتي بهذه القيمة ونضعها هنا في جدول الإشارة، 3 ناقص x ينعدم عند الثلاثة، نجعلها كذا، إلا أن ننتبه
هنا قلنا من هذا هنا النقص ما لا نهاية، زائد ما لا نهاية. هنا ها هو الا، كيف هو؟ هو القيمة المضروبة في الاكس. كيف هو؟ هو سالب، يصبح عكسه موجب، وهنا نفس السالب. احذروا من هذه الأشياء. ثم تعالوا نقوم بعملية التعويض فقط. عوضوا في البسط بماذا؟ نعوض بالثلاثة، تصبح 12 ناقص 12 زائد 1 اللي هي ناقص 11. عوضوا بالثلاثة هنا في هذا المكان. في المقام عندنا الصفر، لأن 3 ناقص 3 تساوي، لكن بقيم أقل. ها هي الزائد، تصبح هكذا، تصبح ما لا نهاية حرب الإشارة، ناقص في زائد تصبح ناقص. ها هي أمامكم الآن بقيم أكبر. كذلك نفس القاعدة، ليميت ماذا؟ اف لإكس، نكتب اف لإكس فقط، لما إكس يؤول إلى 3 بقيم أكبر. نعوض في البسط سوف نجد ناقص 11، في المقام صفر، لكن لاحظوا بقيم أكبر، ناقص، تصبح ما لا نهاية، ناقص في ناقص تصبح زائد. ها هي أمامكم. التفسير البياني، إكس يساوي 3 مستقيم مقارب، كيف هو؟ عمودي، عمودي لأن وجدنا، إذا قلت عمودي لأن وجدنا من العدد إلى ما لا نهاية. ها قد أكملنا مع هذه الأمور البسيطة جدا. الآن بعد ما أكملت مع هذا المثال، نأتي الآن إلى الأمثلة الأخرى. لاحظوا، قال هنا أحسب عند الناقص ما لا نهاية والزائد ما لا نهاية. في المثال الأول تصبح أمر بسيط، تصبح ليميت ماذا؟ إكس على إكس مربع زائد 1 لما الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية، تصبح أكبر حد على أكبر حد، ليميت إكس على إكس مربع لما الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية. يختزل هذا مع هذا، تصبح تساوي لنا ليميت 1 على إكس لما الإكس يؤول إلى إلى الناقص ما لا نهاية. كما تعلمون أن 1، لاحظوا عدد 1 نقسمه على عدد ما لا نهاية، أكيد سوف يعطي لكم صفر. هذه فيما يخص عند النقص ما لا نهاية. عند الزائد نفس الخطة، هنا زائد وهنا زائد وهنا زائد، تصبح كذلك النهاية هي صفر. تفسيرها البياني، إيغريك يساوي صفر مستقيم مقارب، كيف هو؟ أفقي، اللي هو نفسه محور فواصل إكس، إكس فتحة. هذه البساطة أبنائي. الآن مع نأتي إلى المثال الثاني. في المثال الثاني أبنائي، قال عند النقص ما لا نهاية وعند الزائد ما وعند الاثنان. نبدأ بالنقص ما لا نهاية، نقول ليميت إكس زائد 1 على إكس ناقص 2 الكل مربع لما الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية. هنا أبنائي لا تخافوا، أولا نقوم بنشر المقام، تصبح حتى تتضح لكم الأمور، تصبح ماذا؟ إكس زائد 1 وفي المقام جداء شهير، مربع الأول ناقص ضعف الجداء زائد مربع الثاني، وأقوم بعملية النشر فقط، تجدون الكلام نفسه هكذا. الآن بهذه البساطة سوف نكمل. قلنا عند النقص ما لنا أكبر حد على أكبر حد، تصبح تساوي لنا ليميت إكس على إكس مربع لما الإكس يؤول إلى النقص ما لا نهاية. نختزل، تصبح ليميت هذا مع هذا 1 على إكس لما الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية، تساوي 1 على ما لا نهاية، وجدناها النتيجة كما قلناها صفر. هذه فيما يخص عند النقص ما لا نهاية. عند الزائد ما لا نهاية نفس القاعدة، يعني لا تتعبوا عقولكم أصلا، وسوف تعطيكم كذلك صفر. تفسيرها البياني، إيغريك يساوي صفر مستقيم مقارب، كيف هو؟ أفقي، لأن حسبنا عند الملانهة ونجد عدد. الآن بعد ما أكملنا مع الملانهة سوف نأتي إلى العدد، سوف نأتي
إلى العدد. إذا هنا عند العدد سوف نكتب، لو نعوض مباشرة أكيد سوف نجد 2 ناقص 2 اللي هي 0 في المقام، وفي البسط نجد 3، 3 على 0 حالة عدم التعيين. كيف نزيلها؟ نزيلها بهذه البساطة، لكن انتبهوا معي، نقول ليميت x زائد 1 على x ناقص 2 الكل مربعة لما x يؤول إلى، ركزوا أبنائي، نقول إلى الاثنان. أولا نأتي إلى هذه العبارة التي في المقام نبحث عليها أنا تنعدم، اللي هي x ناقص 2 الكل مربع يساوي الصفر، بما أن هذا التربيع وهنا من هنا الصفر يمكن نزع التربيع يصبح x ناقص 2 يساوي الصفر، ننقل هذا يصبح الإكس يساوي لنا الاثنان، إذا تنعدم هذا المربع ينعدم عند الاثنان، يصبح نكتبه هنا x ناقص، ركزوا، x ناقص 2 ينعدم عند الاثنان، هكذا ينعدم عند الاثنان. الآن حتى نكمل يعني يكون العمل يعني واضح جدا، سوف نجعل لكم هذا الشيء حتى تفهموا أبنائي كل شيء، هذا ثم نأتي إلى هذا كي تفهموا كل شيء. نعيد لأنه هو مربع، يعني نعد كتابته هنا x هكذا، x عفوا هو x قلنا ناقص 2 ينعدم كذلك عند الصفر، من هنا معادلة من الدرجة الأولى، هنا ناقص عكس وهنا نفس، هنا كذلك عكس وهنا نفس. الآن هنا المربع اللي هو x ناقص 2 الكل مربع، يصبح هذه الإشارة في هذه الإشارة، تصبح هنا زائد وهنا ينعدم أكيد وهنا زائد. إذا لاحظوا جيدا، لاحظوا يعني هذا المقام مهما كان يعطيك قيم كيف هي موجبة، معنى تصبح تساوي، لاحظوا في البسط نعوض بالإثنان كم، 3 على 0 لكن بقيم أقل، لاحظوا بقيم أقل، لاحظوا كم هي، لاحظوا هي زائد، يعني تصبح هكذا 3 على 0 زائد ما لا نهاية، حرب الإشارات، هذا زائد وهذا زائد تصبح زائد ما لا نهاية، هذه بقيم ماذا؟ بقيم أقل، بقيم أكبر نفس القاعدة أبنائي لا تخافوا، تصبح ليميت ماذا؟ ليميت x زائد 1 على x ناقص 2 كل مربع لما x يؤول إلى الاثنان بقيم أكبر تساوي لنا 3 على 0 لكن لاحظوا بقيم أكبر، هي الزائد تصبح زائد ما لا نهاية. تفسير بياني، x يساوي لنا 2 مستقيم مقارب، كيف هو؟ كيف هو؟ عمودي، طبقا لهذه القاعدة التي تلاحظونها هنا، نفسه هذا يشبه هذا المثال بأبسط طريقة، إلا أني اخترت طريقة الجدول لتكون أبسط من هذه القواعد، لأن مرات سوف تختلط عليكم الأمور. لاحظتم جيدا أبنائي كيف يمكن لك من خلال الجدول أن تقضي على أي شيء. هنا لو كان يعني سنأخذ احتياط، لو كان هنا الناقص، هنا ناقص، فاعلموا أن هذه القيم هنا كذلك تصبح ناقص وناقص، لأن شيء مربع هو موجب وأسبقناه بناقص سوف تصبح كليا ناقص، معنى تصبح هنا ناقص وهنا ناقص وهنا ناقص وهنا ناقص فقط. عندنا كذلك ها هو المثال الذي بعده. إذن بعد ما أكملنا هذا المثال نتطرق الآن إلى المثال الآخر، لاحظوا أبنائي نأتي الآن إلى المثال جيم، لاحظوا جيدا إلى المثال جيم، نتابع جيدا أبنائي، لاحظوا أولا نقوم بمسح هذا الجدول لأننا نحتاجه في العمل، لاحظوا. إذن ماذا قال المثال الذي يليه، مثال جيم؟ المثال جيم أبنائي قال f ل x تساوي لنا x قوة 3 زائد 1 على x مربع، احسب عند الناقص ما هو الزائد ما هو وعند الصفر، لأن مجموعة التعريف هي r، في هذه الحالة هي r نجمة، يعني كل الأعداد حقية ما عدا الصفر، لأن الصفر يعدم المقام. هنا بنفس الطريقة عند الناقص ما قلنا، نقول ليميت x قوة 3 زائد 1 على x
مربع لما الإكس يؤول في الأول إلى الناقص ما لا نهاية، تصبح ماذا أبنائي؟ أكبر حد على أكبر حد، تصبح ليميت ماذا؟ إكس قوة ثلاثة على إكس مربع. لاحظوا جيدا، لما الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية، تصبح نختزل هذا إكس قوة ثلاثة مع الإكس مربع، ماذا يبقى لدينا أبنائي؟ يبقى لدينا ليميت ماذا؟ إكس لما الإكس يؤول إلى الناقص منها. لماذا؟ لأن إكس قوة ثلاثة هو إكس مربع في إكس على إكس مربع، يختزل هذا مع هذا. لاحظوا ماذا سوف يبقى لدينا فقط. إذن وهذه لما نعوض عند الناقص ما لا نهاية كم تساوي أبنائي؟ سوف تعطيكم ناقص ما لا نهاية بهذه البساطة. هل يوجد تفسير بياني؟ لا، لأن انطلقنا من الناقص ما لا نهاية ووجدنا ناقص ما لا نهاية، لم نجد عدد. ربما يطرح الأسئلة بعد في الدالة على المستقيمات المقاربة المائلة. عند الزائد ما لا نهاية نفس الشيء، هنا نضع زائد ما لا نهاية وهنا زائد ما لا نهاية وهنا زائد ما لا نهاية، ليميت الإكس عند الزائد ما تعطي لكم زائد ما لا نهاية بهذه البساطة. الآن بقي لنا أبنائي عند الصفر. عند الصفر ماذا علينا أن نفعل؟ لاحظوا جيدا، نكتب ليميت ماذا؟ ليميت إكس قوة ثلاثة زائد واحد على إكس مربع لما الإكس يؤول إلى ماذا؟ إلى الصفر، الآن بقيم أقل تساوي، نعوض في البسط، في البسط نعوض عادي، تصبح لنا الصفر هنا تعطيكم صفر زائد واحد اللي هي واحد على ماذا؟ على صفر. لكن ماذا نأتي؟ نأتي إلى المقام ونجعل له جدول إشارة. أين ينعدم المقام؟ إكس مربع يساوي الصفر، أي إكس يساوي لنا الصفر، أي إن هنا ينعدم عند الإكس، ينعدم عند الصفر نضع هكذا. هنا ناقص ما لا نهاية وهنا زائد ما لا نهاية، إلا أنه بما أنها معادلة من الدرجة الأولى هنا عكس وهنا نفس. لكن يا أبنائي لاحظوا جيدا، لكن هنا عندنا إكس مربع. ما معنى إكس مربع؟ معنى الإكس مربع مهما كان قيمه تكون موجبة، يعني هنا زائد وهنا كذلك زائد. عوضوا أي رقم سوف تجدونه، لو عوضنا بالناقص واحد مربع واحد، لو نعوض به الناقص خمسة 25 إذا تبقى، وفي الجهة الموجبة يبقى دائما موجب. الآن كيف نفعل؟ بكل بساطة أبنائي، تصبح كذا، يعني على ها هو الصفر زائد، تصبح ما لا نهاية مع حرب الإشارات واحد على، إذا هذا زائد وهذا زائد، سوف تعطيكم زائد ما لا نهاية. ويمكن تطبيق هذه القاعدة هنا كما تلاحظون، هنا نفسها لأنها تشبهه، إلا أن الآ هنا يكون، الآ هنا يكون صفر وهنا الصفر بهذه البساطة. بقيم أكبر كذلك أبنائي، بقيم أكبر يعني هكذا تعطي لكم كذلك زائد، وتعطي لكم زائد ما لا نهاية. التفسير البياني هو إكس يساوي صفر اللي هو محور التراتيب، مستقيم مقارب كيف هو؟ عمودي اللي هو إيكغريك إيكغريك فتحة بهذه البساطة أبنائي فقط. يعني من الجدول يمكن لك أن تعرف كل النهايات مهما كانت بهذه الصعوبة. نأتي الآن إلى المثال الآخر، لاحظوا جيدا، نبدأ بالمثال الأول. دائما هذه قاعدة أجعلها هنا أمامكم حتى تحفظوها، لأنها قواعد قرأتموها أو درستموها في السنة الثانية. نعوض بالناقص ما لا نهاية، ماذا تعطي لنا؟ لاحظوا تصبح ماذا؟ تصبح ليميت، عفوا، تصبح ليميت ماذا؟ ليميت 2 إكس زائد، أو عفوا ناقص واحد، نحن نتحدث عن المثال ألف، زائد 3 على إكس هكذا لما الإكس في الأول يؤول إلى الناقص ما لا نهاية. لكن كما تعلمون أن لو نعوض مباشرة 3 على ما لا نهاية تعطي لكم صفر. نعوض الآن هنا بالناقص ما لا نهاية، كم تعطي لكم؟ تعطي لكم ناقص ما لا نهاية بهذه البساطة أبنائي. وعند الزائد ما لا نهاية كذلك نضع هنا زائد ما لا نهاية وهنا كذلك تبقى دائما صفر. نعوض هنا بالما لا نهاية لأن الواحد لا يحدث شيء أمام الما لا نهاية، تعطي لكم ماذا؟ زائد ما لا نهاية. إذا عند الناقص ما لا نهاية ناقص ما، وعند الزائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية.
وكما تعلمون كذلك يمكن أن نستنتج أن هذا بما أن تقول قاعدة إذا كانت نهاية هذه العبارة تساوي الصفر أن دالتا اللي هو هنا معادلته إي يساوي أن اثنان إكس ناقص واحد مستقيم مقارب مائل بجوار ناقص ما لا نهاية والزائد ما لا نهاية، لأن هذا شيء درستموه. الآن عند هذه عند الناقص ما لا نهاية والزائد ما لا نهاية، الآن نأتي إلى العدد اللي هو صفر. الآن عند الصفر كذلك أبنائي نكتب هكذا، نكتب ليميت اثنان إكس ناقص واحد زائد ثلاثة على إكس لما الإكس يؤول إلى الصفر. لاحظوا جيدا، لو نعوض مباشرة ماذا تعطي لكم؟ هنا تعطي لكم اثنان في صفر تعطي لكم ماذا؟ تعطي لكم صفر ناقص واحد زائد ثلاثة على صفر. ها هي حالة عدم تعيين هنا، ثلاثة على صفر هي حالة عدم تعيين. لكن لا تخافوا أبنائي بأبسط طريقة، بما أن حدث هنا في المقام نأتي إلى المقام ها هو أمامكم ونلاحظ أين ينعدم اللي هو إكس، إكس ينعدم عند الصفر. نأتي إلى الجدول هنا ونكتب إكس، هنا الناقص ما لا نهاية وهنا الزائد ما لا نهاية، ونكتب هنا الصفر هكذا. معدل من الدرجة الأولى هنا ناقص وهنا الزائد حسب إشارة القيمة المضروبة هنا في الإكس هي الواحد. لاحظوا الآن بقيم أقل، بقيم أقل معناه صفر ناقص هنا. ثلاثة على صفر ناقص مباشرة تعطي لكم ناقص ما لا نهاية. هذه بقيم أقل يعني هكذا. الآن بقيم أكبر، بقيم أكبر كذلك أبنائي تصبح ليميت اف لإكس لما الإكس يؤول إلى الصفر بقيم أكبر سوف تعطي لكم ثلاثة، هذا لا يحدث شيء. ثلاثة على صفر لكن بقيم أكبر، لاحظوا قيم أكبر ماذا عندنا هنا في الجدول؟ يعني عندنا الزائد، ثلاثة على صفر زائد هي الزائد ما لا نهاية. هاي ظهرت بأبسط طريقة ممكنة. لو كانت هنا مسبوقة بالناقص هنا سوف تصبح ناقص ما لا نهاية. ما هو التفسير البياني لهذه النهاية اللي هو إكس يساوي صفر مستقيم مقارب عمودي؟ هكذا فقط مع المثال ألف. نأتي الآن إلى المثال باء. المثال باء بنفس القاعدة سوف نطبق، ركزوا أرجوكم حتى تعلموا إلى هذه الأمثلة. أولا نبدأ بالناقص ما لا نهاية، عوضوا تصبح هكذا، نحن في المثال هذا تصبح ليميت ماذا؟ ثلاثة ناقص واحد على إكس زائد واحد الكل مربع هكذا لما الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية. هنا مباشرة عوضوا أبنائي، عند الناقص ما لا نهاية عند هنا ماذا تعطيكم؟ تعطيكم هكذا صفر، لأن تصبح واحد على ناقص ما لا نهاية مربع اللي هي زائد ما لا نهاية. المهم واحد على ما لا نهاية، واحد على ما لا نهاية صفر، ماذا يبقى لدينا؟ لاحظوا يبقى لدينا العدد ثلاثة. عند الزائد ما لا نهاية نفس الشيء، هنا زائد ما لا نهاية هذه تذهب إلى الصفر، تبقى النهاية هي الثلاثة. لاحظوا من ما لا نهاية لا يهم الزائد أو الناقص، وجدنا عدد. تفسير بياني إيكغيك يساوي ثلاثة مستقيم مقارب كيف هو؟ أفقي يعني موازي لمحور الفواصل. هذه فيما يخص عند ما لا نهاية. الآن نأتي عند العدد الذي هو ماذا؟ هو الناقص واحد. عند الناقص واحد نكتب هكذا ليميت ماذا؟ ليميت ثلاثة ناقص واحد على إكس زائد واحد الكل مربع لما الإكس يؤول إلى ماذا؟ إلى الناقص واحد هكذا. الآن هنا أبنائي يعني بطرق عدة وعدة يمكن أن نطبق إلا هذه الخاصية فقط، أو نستعمل كذلك الجدول. تعالوا نستعمل الجدول لأنه هو أبسط من عند ماذا تنعدم هذه القيمة؟ المقام ينعدم عند الناقص واحد، نضع هكذا ونقول هنا إكس زائد واحد هنا ناقص وهنا الزائد. لكن لا تنسوا أبنائي أن هنا مربع، يعني لما نربع هذا يصبح زائد وهذا يبقى زائد، إلا إذا سبق هنا بالناقص يصبح دائما تبقى هنا ناقص وهنا ناقص، لأن المربع ونسبقه بالناقص يبقى كل عدد سالبة. الآن بقيم أقل معناه تصبح لنا هكذا، لو قلنا بقيم أقل تصبح تساوي ماذا؟ ثلاثة ناقص واحد على صفر تساوي، لكن بقيم أقل لاحظوا هنا بهذه الجهة تصبح ماذا؟ تصبح صفر ناقص صفر زائد. هذه كم؟ تعطي لنا زائد ما لا نهاية، والناقص يصبح ناقص ما لا نهاية لأنها هو الناقص مسبوقة بالناقص.
بقيم أكبر كذلك تصبح ليميت f لx لما x يؤول إلى الناقص واحد بقيم أكبر تصبح تساوينا ناقص واحد على الصفر لكن زائد بقيم أكبر. ها هي أمامكم تعطي لكم ماذا أبنائي؟ ناقص ما لا نهاية. لاحظ ما هو التفسير البياني؟ x يساوي ناقص واحد، يعني تفسير بياني في الرسم، مستقيم مقارب كيف هو؟ عمودي، بهذه البساطة فقط أبنائي. نأتي الآن إلى المثال جيم، ركزوا أبنائي، هيا بدأتم تفهمون، يعني من الجدول كل شيء يمكن لك أن تستخرجه بطريقة بسيطة. نأتي إلى المثال جيم اللي هو ليميت ماذا؟ x مربع زائد x ناقص واحد على x ناقص ثلاثة لما الـ x يؤول إلى الناقص ما لا نهاية. هنا لا تخافوا أبنائي، هنا عندنا مجموع دالتين، مجموع دالتين ماذا تقول القاعدة؟ بأبسط طريقة تقول عوض هنا هذه كثيرة حدود وهذه دالة مقلوب أو تناظرية، تصبح نهاية هذه نعوض إلا عند تصبح ليميت إكس مربع فقط، أما الإكس لا تنتبه له. ما نعم زائد، لاحظوا زائد ليميت ماذا؟ ناقص واحد على إكس ناقص ثلاثة لما الإكس قلنا يؤول إلى الناقص ما لا نهاية، وهنا الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية، تصبح ماذا تساوي؟ هنا لو نعوض بالناقص ما سوف تعطينا زائد ما لا نهاية، وهنا تصبح واحد على الما لا نهاية، عوض هنا على الما لا يهم ناقص أو تعطي لكم صفر، لنلاحظ النهاية كم؟ هي الزائد ما لا نهاية، لأن هذه ذهبت إلى الصفر لأن تصبح واحد على ما لا نهاية، عدد صغير على ما لا نهاية يعطيكم صفر. عند الزائد ما لا نهاية نفس الشيء، زائد ما لا نهاية هنا وزائد ما لا نهاية وهنا زائد ما لا نهاية، هذه تبقى صفر وهنا تعطي لكم زائد ما لا نهاية، إذا النهاية في كلا الحالتين تعطينا زائد ما لا نهاية. هل يمكن أن نقول مستقيم مقارب؟ لا، هذا ليس مستقيم مقارب، إنما هذه دالة كثيرة حدود. عندنا بعد ما أكملنا هذا المثال مع ما لا نهاية نأتي الآن إلى القيمة اللي هي الثلاثة، تصبح ماذا؟ تصبح ليميت، ليميت لاحظوا ليميت x مربع زائد x ناقص واحد على x ناقص ثلاثة لما الـ x يؤول إلى ماذا؟ إلى الثلاثة. هنا لو نعوض مباشرة لاحظوا تصبح تساوي هنا كم؟ ثلاثة تسعة وهنا تصبح 12 ناقص واحد على صفر، لكن نأتي إلى المقام هو الذي أحدث لنا الإشكال اللي هو هذه القيمة، نبحث عليها أين تنعدم، اللي هي x ناقص 3 تساوي الصفر، ما ننقل هذا يصبح x كم؟ يساوي 3. نأتي إلى جدول الإشارة ونضع x ناقص 3 تنعدم عند الثلاثة، إذا هنا هكذا من هنا عكس ومن هنا نفس القيمة المضروبة في الإكس، لو كانت قيمة سالبة تصبح هنا زائد وهنا الناقص، احذروا من هذه الأشياء. الآن بقيم أقل، بقيم أقل لاحظوا ماذا تعطي لنا، يعني هذه هي تدرس القيم الأقل، تعطي لنا صفر ناقص، هذه واحد على الصفر ناقص تعطي لنا ما لا نهاية، ناقص ها هو وها هو ناقص آخر تعطي لنا زائد ما لا نهاية بهذه البساطة أبنائي. هذه عند ماذا؟ عند قيم أقل. الآن نأتي إلى بقيم أكبر، بقيم أكبر كذلك نكتب ليميت f لx لما الx يؤول إلى الثلاثة، هنا بقيم قلنا أقل وهنا بقيم أكبر، تصبح ماذا؟ ناقص واحد على صفر، الاثنى عشر لا تحدث لكم شيء لأنها مجموع، هنا أصبحت ماذا؟ بقيم أكبر معناه زائد، تصبح ما لا نهاية، حرب الإشارات هذا في هذا سوف تعطي لكم ماذا؟ ناقص ما لا نهاية، بهذه البساطة أبنائي. التفسير البياني لهذه النهاية هو x يساوي ماذا؟ ثلاثة مستقيم مقارب عمودي، هكذا أبنائي بهذه البساطة. نأتي الآن إلى المثال الآخر، ها هو أمامكم، أولا قلنا ما هي مجموعة تعريف هذا المثال، لاحظوا نقوم بمعرفتها من خلال هنا تابعوا نرجع إلى الأصل، المثال الأول هي R ما عدا الناقص ثلاثة والواحد، ركزوا أرجوكم، الناقص ثلاثة
والواحد. إذن هنا مجموع التعريف قلنا R ما عدا الناقص 3 والواحد. لو نعوض نجد الكلام حقيقي، تساوي من ناقص ما لا نهاية إلى الناقص 3 اتحاد من ناقص 3 إلى الواحد اتحاد من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية. لاحظوا كم من نهاية ظهرت، هي 6 نهايات. يعني لو نعوض هنا قلت في المقام، لو نعوض بالناقص 3 ماذا تصبح؟ 9 ناقص 6 ناقص 3 تعطي لنا الصفر. لو نعوض بالواحد، 1 زائد 2 ناقص 3 تساوي صفر، ناقص 3 تساوي صفر. إذن تلك القيم هي التي تعدم لنا المقام. نبدأ أولا بالناقص ما لا نهاية، نقول ليميت ماذا؟ ليميت إكس زائد 1 على إكس مربع زائد 2 إكس ناقص 3 هكذا، لما الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية تساوي أكبر حد على أكبر حد، تصبح ليميت إكس على إكس مربع لما الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية تصبح تساوي، نختزل هذا مع هذا، تصبح ليميت ماذا؟ 1 على إكس لما الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية. وهذه نهاية شهيرة، 1 على ما لا نهاية كم؟ هو الصفر بهذه البساطة. هذه عند الناقص ما لا نهاية. الآن عند الزائد ما هي نفس القاعدة، نضع هنا زائد وهنا الزائد وهنا الزائد وتعطيها نفس الطريقة اللي هي صفر. التفسير البياني إيغريك يساوي صفر مستقيم مقارب أفقي بهذه البساطة أبنائي. الآن بقي لنا عند الأعداد. الإشكال دائما عند الطلبة عند الأعداد كيف يفعل؟ لا تخافوا أبنائي، نأتي أولا إلى المقام. قلنا المقام ينعدم عند الثلاث، الناقص 3 والواحد. يعني نكتب إكس، عفوا نكتب إكس مربع زائد 2 إكس ناقص 3 تساوي، لاحظوا أبنائي لا تخافوا، يمكن كتابة هذه العبارة بما أن يوجد لها حلين كالتالي: إكس ناقص الحل الأول اللي هو الناقص 3 تصبح زائد 3 في إكس ناقص الحل الثاني اللي هو هذا. لو ننشر العبارة هذه سوف نجد هذه بكل بساطة. الآن سوف نعوض. أولا لما نعوض في الدالة مباشرة لاحظوا ماذا سوف يحدث، تصبح ليميت إكس زائد 1 على إكس مربع زائد 2 إكس ناقص 3 هكذا، لما الإكس يؤول أولا إلى الثلاثة إلى الناقص 3 عفوا. تعالوا نعوض في البسط، كم تعطي لنا؟ ناقص 3 زائد 1 اللي هي ناقص 2 على في المقام، لو نعوض أكيد سوف نجد صفر. أين حدث المشكل؟ المشكل حدث في المقام، فعلينا أن نأتي إلى الجدول أبنائي ونكتب العبارة اللي هي إكس مربع زائد 2 إكس ناقص 3 ها هي مكتوبة أمامكم هنا في الجدول. أين تنعدم؟ تنعدم عند الناقص 3 والواحد، ونجعلها كذا أبنائي جدول الإشارة. ماذا تقول معادلة من الدرجة الثانية أو عبارة من الدرجة، كيف تكون إشارتها؟ لو مثلناها بهذا الرجل هكذا للتوضيح، هذه يديه وهذه يديه الأخرى، ماذا تقول؟ لما يفتح يديه، لما يفتحهم يقول نفس، وهنا نفس، وهنا في الوسط عكس. ماذا إشارة الآ؟ ما هو الآ في تمرين في مثالنا؟ لاحظوا هو الواحد، كيف هو موجب؟ إذا تصبح خارج زائد زائد والداخل أكيد يكون ناقص. الآن نحن نقول عن ناقص 3 بقيم أقل، بقيم أقل معناه أبنائي في هذه الجهة. لاحظوا ماذا عندنا،
عندنا زائد تصبح هنا زائد بأبسط طريقة. تصبح اثنان على صفر زائد تصبح تساوي ما لا نهاية حرب الإشارات، زائد في ناقص تصبح ناقص ما لا نهاية. ها هي ظهرت أمامكم أبنائي بهذه البساطة المطلقة. الآن نحسب عند الناقص ثلاثة بقيم أكبر، نقول ليميت اف لإكس لما الإكس يؤول إلى الناقص ثلاثة بقيم أكبر تساوي، في البسط لما نعود بالناقص ثلاثة تبقى لنا دائما القيمة ناقص هنا في المقام صفر بقيم أكبر، يعني هكذا لاحظوا ماذا أعطي لنا، يعني أعطي لنا الناقص. تصبح اثنان على هكذا حرب الإشارات تصبح زائد فقط. تفسير بياني لهذه النهاية هو إكس يساوي ناقص ثلاثة مستقيم مقارب عمودي بهذه البساطة أبنائي فقط. هذه لما حسبنا عند الناقص ثلاثة. تعالوا الآن نقوم بالحساب عند ماذا؟ نقوم بالحساب عند الآن عند الواحد. بعدما حسبنا هنا وهنا سوف نحسب هنا. نقول ليميت إكس زائد واحد على إكس مربع زائد اثنان إكس ناقص ثلاثة لما الإكس يؤول إلى الواحد بقيم أقل تساوي. تعالوا في البسط نعوض، عوضوا بالإكس بالواحد تصبح واحد زائد واحد اللي هي اثنان، في المقام لو تعوضوا عوضوا سوف تجدون الصفر، لكن نحن نقول بقيم أقل معناه في هذه الجهة هكذا. لاحظوا في هذه الجهة بالنسبة إلى الواحد كم؟ ناقص. تصبح ماذا؟ تصبح تساوي ما لا نهاية حرب الإشارات الناقص في زائد الاثنان اللي هو ناقص. ها هي أمامكم. الآن عند ماذا؟ عند الواحد بقيم أكبر. نقول ليميت آف لإكس لما الإكس يؤول إلى الواحد بقيم أكبر. في البسط عوضوا بالواحد توجدون اثنان يؤلف المقام الصفر. بقيم أكبر أبنائي لا تخافوا إلى هذه الجهة فقط ولاحظوا ما هي، كم هي؟ هي الزائد، إذا تعطيكم هنا زائد. تصبح اثنان على صفر زائد هكذا حرب الإشارات هذا زائد وتصبح زائد ما لا نهاية. التفسير البياني لهذه النهاية هو إكس يساوي واحد مستقيم مقارب عمودي. لاحظتم كيف قمنا بحل هذا المثال؟ الجدول هو الحل فقط. نأتي الآن إلى المثال الذي بعده، كذلك هنا أكيد اللي هي R ما عدا الناقص واحد، لأن المقام ينعدم عند الناقص واحد. نعوض عند أن تصبح من ناقص ما لا نهاية إلى الناقص واحد، اتحاد من الناقص واحد إلى الزائد ما لا نهاية. نبدأ أولا بالناقص ما لا نهاية. تصبح ليميت 3x على، هنا ما علينا إلا نشر تلك العبارة، يعني لا تخافوا انشروا فقط أو لا تنشروا، لا تنشروا اتركوها كما تلاحظوها. x زائد 1 الكل مربع، لكن إن لم تنشروها لا تظهر لكم الأمور جليا. لاحظوا أبنائي قلنا عند الناقص ما لا نهاية سوف ننشر. تصبح تساوي لنا ليميت 3x على، بما أنه جداء شهير يصبح مربع الأول زائد ضعف الجداء زائد مربع الثاني على، هنا الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية. الآن تعالوا نعوض فقط. أكبر حد على أكبر حد تصبح ليميت 3x على x مربع لما الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية. يختزل هذا مع هذا تصبح تساوي ليميت 3 على إكس هكذا لما الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية، وثلاثة على ما لا نهاية سوف تعطي لكم صفر بهذه البساطة فقط. هل عند زائد من؟ نفس عند زائد، ضعوا هنا زائد وهنا الزائد وهنا الزائد وهنا الزائد وقولوا ثلاثة على ما لا نهاية كذلك تعطي لكم صفر. يصبح إيجراج يساوي صفر مستقيم مقارب، كيف هو؟ أفقي فقط. الآن بعد ما أكملنا عند الملانهاية من طرفيها يعني الزائد والناقص، نأتي إلى العدد هو الناقص واحد.
عند الناقص واحد يعني لا نخاف أبنائي، ممكن نعوض إلا بهذه القاعدة فقط لأن تشبهها مباشرة، أكيد سوف تعطيكم لاحظ، إلا أن لاحظوا جيدا، تصبح ليميت 3x على x زائد 1 الكل مربع لما x يؤول إلى الواحد، إلى الناقص واحد عفوا. هنا إما تستعمل الجدول أو تستغل هذه، عوضوا في البسط، عوضوا في البسط، سوف نستعمل الجدول أفضل لأن الجدول سيكون لكم أبسط طريقة. أين ينعدم المقام؟ ينعدم x زائد 1 ينعدم عند الناقص 1 هكذا، هنا ناقص وهنا الزائد، إلا أنه لو ربعنا هكذا أبنائي نربع، وهنا مربع تصبح هنا كذلك زائد وهنا الزائد، لماذا؟ شيء مربع يبقى دائما قيمه موجبة إلا إذا سبق بناقص من هنا، سوف تختلف تصبح ناقص ناقص، يعني ماذا تصبح؟ عوض هنا بالناقص واحد تصبح ناقص ثلاثة على ماذا؟ على صفر، تصبح ما لا نهاية إلا أنه عند ماذا؟ بقيم أقل، يعني هنا نقول بقيم أقل، لاحظوا ناقص في زائد تعطي لكم ناقص. الآن نفس العبارة عند الناقص واحد بقيم أكبر، تصبح ليميت f لx لما الx يؤول عند الناقص واحد بقيم أكبر، نعوض في البسط سوف تعطينا الناقص ثلاثة في المقام صفر، لكن بقيم أكبر ها هي أن قيمة تصبح زائد، تصبح تساوي لنا الناقص ما لا نهاية. تفسير بياني x يساوي ماذا؟ يساوي لنا الناقص واحد مستقيم مقارب عمودي بهذه البساطة. نأتي الآن إلى المثال الذي بعده، لاحظوا جيدا هذا المثال، المثال هذا كذلك هنا نلاحظ ما هي مجموعة التعريف. نأتي الآن إلى مجموعة التعريف، هنا لو نعوض بالواحد كم؟ واحد واحد، نعم، إذا تصبح R مع دا ماذا؟ عندنا الواحد وماذا؟ أو نحسب الدلتا أو نرجع إلى التمرين، ها هو التمرين لاحظوا. إذا هنا كيف تصبح أبنائي؟ لاحظوا لو نقوم بعملية نقسمه على شكل مجال، تصبح من ناقص ما لا نهاية إلى الناقص اثنان، اتحاد من الناقص اثنان إلى الواحد، اتحاد من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية، هكذا. كم يوجد من نهاية؟ ستة. الآن نبدأ أولا بالناقص ما لا نهاية، تصبح ماذا؟ ليميت ماذا قلنا؟ أكبر حد على أكبر حد، يعني تصبح x مربع على x مربع لما x يؤول إلى الناقص ما لا نهاية، تعطي لكم يختزل هذا مع هذا تعطي لكم واحد. عند الزائد ما لا نهاية أبنائي نفس الشيء، أكبر حد على أكبر حد تعطيكم واحد. التفسير البياني إيكلاك يساوي واحد مستقيم مقارب، كيف هو؟ أفقي بهذه البساطة فقط أبنائي. الآن نأتي إلى المقام، فيما يخص المقام أولا نقول ليميت، عفوا عند الأعداد نقول ليميت ماذا؟ إكس مربع، هنا لا تقول أكبر حد على أكبر حد، في العدد يجب أن تعوض، زائد إكس زائد واحد على إكس مربع ناقص زائد إكس ناقص اثنان هكذا لما الإكس يؤول في الأول إلى الناقص اثنان. لو نعوض مباشرة تعطي لكم ناقص اثنان هنا تصبح أربعة ناقص اثنان زائد واحد على المقام الذي هو كم؟ هو ماذا؟ هو الصفر، عوضوا بالناقص اثنان سوف تجدون الصفر، تصبح كم تساوي أبنائي؟ تصبح تساوي ماذا؟ في البسطي أعطت لنا نعم تعطيكم هذا مع هذا خمسة، معناه تعطي لكم ثلاثة على صفر. لما وجدنا الثلاثة على صفر هنا أبنائي نأتي مباشرة إلى ماذا؟ إلى الجدول، ونكتب هنا x مربع زائد x ناقص اثنان، أين تنعدم؟ ينعدمان هذا البسط ينعدم عند الناقص اثنان وعند الواحد، ونجعل هكذا أبنائي، هنا أكيد ناقص ما لا نهاية وهنا الزائد ما لا نهاية. نقول بما أن معادلة الدرجة الثانية هنا قلنا نفس الـ A وهنا نفس الـ A وهنا ماذا؟ عكس الـ A، بهذه البساطة تابعوا جيدا أبنائي. إذا
بقيم اثنان ناقص اثنان بقيم اقل هكذا معناه تعطيكم هذه النتيجه اللي هي هكذا، وهذه تعطي لكم ماذا؟ تعطي لكم زائد ما لا نهايه. الان بقيم اكبر نكتب ليميت اف لاكس لما الاكس يؤول الى ال ناقص اثنان، الان هنا بقيم اقل اكيد وهنا بقيم اكبر، عوضوا كذلك سوف تعطي لكم في البسط ثلاثة وفي المقام صفر، لكن اثنان بقيم اكبر يعني هنا تعطي لكم هذه ابنائي وتعطي لكم ناقص، تعطي لنا هكذا وتعطي لنا ناقص لان ناقص معناه ان هذا زائد وهذا ناقص. لاحظ تفسير بياني اكس يساوي ناقص اثنان مستقيم مقارب عمودي، لاحظتم؟ الآن بعد ما أكملنا عند الناقص اثنان نأتي إلى ماذا؟ إلى الواحد، الواحد بنفس الخطة، ماذا نكتب أبنائي؟ لاحظوا تصبح ليميت اف لإكس لما الإكس يؤول إلى الواحد بقيم أقل. في البسط نعوض كم تعطي لنا؟ لو نعوض هنا واحد واحد تصبح اثنان ثلاثة، ثلاثة على صفر. الآن بقيم أقل هكذا معناه نجدنا صفر ناقص، تصبح ما لا نهاية حرب الإشارات ناقص ما لا نهاية. بقيم أكبر اللي هي ليميت اف لإكس لما الإكس يؤول إلى الواحد بقيم أكبر أبنائي، في البسط عوضنا نجد ثلاثة، في المقام ولاحظوا في المقام بقيم أكبر حسب ما ترون ها هي صفر زائد، تعطي لنا كم؟ تعطي لنا زائد ما لا نهاية. ما هو التفسير البياني لهذه النهاية؟ هو x يساوي واحد مستقيم مقارب كيف هو عمودي. هكذا أبنائي قد أكملنا مع هذا المثال بأبسط طريقة ممكنة. الآن نكمل مع باقي المثال الآخر، لاحظوا ها هي كذلك ما تلاحظون العبارة، تصبح تساوي لنا هنا نقسمها تصبح تصبح تساوي ماذا؟ من ناقص ما لا نهاية إلى الناقص واحد اتحاد، من الناقص واحد إلى الواحد اتحاد، من الواحد إلى الزائد من، والمجال دائما أكرر يكون مفتوح لأنها قيم ممنوعة. نبدأ أولا بالناقص ما لا نهاية، تصبح ليميت أكبر حد على أكبر حد اللي هي إكس قوة ثلاثة على إكس مربع هكذا لما الإكس يؤول إلى ماذا؟ إلى الناقص ما لا نهاية، تصبح نختزل هذا مع هذا تصبح تساوي لنا ليميت ماذا؟ إكس لما الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية، وهذه نهاية مشهورة أبنائي تعطي لكم ناقص ما لا نهاية. عند الزائد ما لا نهاية نعوض هنا بالزائد وهنا بالزائد وهنا بالزائد، تصبح زائد ما لا نهاية. الآن بعد ما أكملنا مع الملانهايات سوف نتطرق إلى الأعداد، تصبح ليميت ماذا؟ إكس قوة ثلاثة ناقص واحد على، لاحظوا جيدا أبنائي، على إكس مربع ناقص واحد لما الإكس أولا يؤول إلى الناقص واحد بقيم أقل. نعوض في البسط ونلاحظ، نعوض في البسط ناقص واحد في ناقص واحد في ناقص واحد تعطيها ناقص واحد، مع ناقص واحد تصبح ناقص اثنان. على المقام ما هو؟ عوضوا بالناقص واحد تعطيكم صفر. هنا بما أن أعطت لنا هذه القيمة أبنائي لا تخافوا نأتي إلى الجدول كذلك هو المنقذ الوحيد، إكس مربع ناقص واحد تنعدم عند الناقص واحد وعند الواحد ونضع هكذا خارج مجال الجذرية نفس وهنا نفس وهنا عكس، لكن لو كانت هنا ناقص سوف تعكس تصبح ناقص هنا وناقص هنا والزائد هنا بالداخل، لكن أنها لم تأتي بتلك العبارة. عند الناقص واحد بقيم أقل لاحظوا ماذا أعطت لنا؟ أعطت لنا زائد، تصبح هكذا حرب الإشارات تصبح ناقص ما لا نهاية. الآن عند الواحد الناقص واحد ما زلنا ليميت اف لإكس لما الإكس يؤول إلى الناقص واحد بقيم أكبر تعطي لنا الفوق سوف تعطي لنا ناقص اثنان وفي المقام تعطي لنا صفر، بقيم أكبر هكذا لاحظوا كم تعطي لنا؟ أعطت لنا صفر ناقص، تصبح ما لا نهاية حرب الإشارات ناقص في الناقص تصبح زائد. ها هي أمامكم التفسير البياني x يساوي ناقص واحد مستقيم مقارب كيف هو؟ عمودي.
بهذه البساطة أبنائي. الآن نأتي إلى الواحد ونلاحظ جيدا. في الواحد نلاحظ ماذا سوف نجد؟ أولا ما علينا، عفوا، ما علينا إلا أننا نعوض. تصبح ليميت x قوة 3 ناقص 1 على x مربع ناقص 1 لما x يؤول إلى الواحد. نلاحظ جيدا، لو نعوض في البسط ماذا نجد؟ نجد صفر، وفي المقام صفر، حالة عدم التعيين في كلا الطرفين. هنا أبنائي لما قلت، تذكروا لما قلت نجد صفر على صفر والعبارة كثير حدود على كثير حدود، ليس التونجونت أو الكوس أو السينيس أو الجذر، اعلموا أن الطريقة تسمى طريقة الاختزال، هي الطريقة الوحيدة التي تنقذنا من هذا الإشكال. ما المقصود بذلك أبنائي طريقة الاختزال؟ هنا أبنائي ما علينا إلا أن نأتي إلى القسمة الإقليدية. تابعوا كيف نفعل أبنائي. في القسمة الإقليدية علينا أن نجعلها كذا، لاحظوا. تابعوا أرجوكم حتى تتعلموا إلى هذه الأشياء. نكتب هنا x قوة 3 ناقص 1. ما هو الذي عدم البسط؟ عدمها x الواحد، معنى تصبح x ناقص 1، يعني دائما نكتب x ناقص تلك القيمة التي عدمت، لو كانت ناقص 1 نكتب هنا زائد 1. يعني المقصد في هذا المكان. هنا نستعمل القسمة الإقليدية، ماذا تقول؟ تقول x قوة 3 على x، x قوة 3 على x، نختزل هذا معها تعطينا x مربع، إذا تعطينا النتيجة x مربع. الآن نعيد النشر، هذا في هذا كم؟ x مربع في ناقص 1 تعطينا ناقص x مربع، وهذا في هذا كم؟ أعطى لنا x مكعب، ركزوا أرجوكم. ماذا تقول القاعدة؟ تقول هذا ناقص الذي في الماء هنا، ندخل هنا ناقص وهنا ناقص، تصبح هنا الزائد، ونجعل هكذا مع هذا يذهب إلى الصفر، وهذا يبقى لنا زائد x مربع، وننزل ماذا؟ ننزل هذا هنا الناقص واحد. تعالوا الآن نعيد كذلك عملية القسمة، x مربع على x تعطي لكم أكيد زائد x. نأتي الآن نضرب هذا في هذا كم؟ x في ناقص واحد سوف تعطي لنا ماذا؟ x في ناقص واحد سوف تعطي لنا ناقص x، وهذا في هذا كم؟ يعطي لنا x مربع. هكذا أبنائي، ندخل الآن الناقص عليهم، هنا ناقص وهنا ناقص يصبح زائد، هذا مع هذا يذهب إلى الصفر، وتبقى لدينا ماذا؟ تبقى لدينا زائد x، وننزل هذا الناقص واحد إلى هنا، يعني هذه تسمى القسمة الإقليدية. x ناقص واحد، x ناقص واحد على x ناقص واحد أكيد سوف تعطيكم واحد، إذا تصبح هنا واحد. لاحظتم ماذا وجدنا؟ وجدنا أن الـ x قوة 3 ناقص واحد يمكن كتابتها كالتالي: x قوة 3 ناقص 1 تساوي x ناقص 1 في x مربع زائد x ناقص 1. لو ننشر هذه سوف نجد هذه. الآن كيف نفعل؟ سوف نأتي بهذه القيمة ونعوضها هنا. لاحظوا ماذا سوف يحدث. تصبح تساوي لنا ليميت x ناقص 1 في x مربع زائد x ناقص 1 على x. الآن المقام كذلك هو جدا شهير رقم 2 اللي هو x ناقص 1 في x زائد 1، تذكروا هذه الأشياء. لما الـ x يؤول إلى ماذا؟ إلى الواحد. سوف نختزل هذا مع هذا، وتصبح لاحظوا أبنائي بكل بساطة سوف نصل إلى الحل، تصبح تساوي ليميت ماذا؟ x مربع زائد x ناقص 1 على x زائد 1 لما الـ x يؤول إلى ماذا؟ إلى الواحد. عوضوا الآن، هذا مع هذا كم؟ تصبح 2 ناقص 1 اللي هو 1، والمقام عوضوا بالواحد تعطي لكم 2، إذا النهاية هي 2، وتفسيرها البياني أنها هي نقطة، يعني بهذه البساطة، يعني الدالة مستمرة عند الإكس يساوي الواحد، يعني نهاية هذه العبارة عند، قلت عند
الواحد تساوي لنا كم؟ وجدناها، وجدناها إنها النصف. بهذه البساطة أبنائي فقط. إذا لاحظتم كيف استعملنا طريقة تسمى طريقة الاختزال. الآن لو نأتي إلى المثال الذي نلاحظ هنا كذلك، تابعوا أرجوكم أن نكمل مع المثال الذي بعده. لاحظوا أبنائي ماذا قال المثال كذلك. هنا لاحظوا كم من نهاية توجد. النهايات هنا كثيرة جدا، يوجد لنا 8 نهايات، 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني عندنا 8 نهايات علينا أن نقوم بالحساب عندها. لاحظوا أبنائي هنا لا تخافوا، أولا نبدأ بالنقص من الزائد من النهاية مباشرة، تصبح ليميت 2 على إكس ناقص 1 زائد ناقص 1 على إكس مربع ناقص 4 لما الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية. هنا أبنائي لا تخافوا، هنا عندنا عند الملان صفر وهنا صفر، تصبح تساوي صفر. عند الزائد ما نفس الشيء صفر. تفسير بياني إيغريك يساوي صفر، مستقيم مقارب، مستقيم مقارب كيف هو؟ أفقي. الآن أكملنا مع الملانهاية بأبسط طريقة. الآن بقي لنا الأعداد. في الأعداد هنا علينا أن نبدأ بالناقص 2 بقيم أقل. لاحظوا تصبح ليميت 2 على إكس ناقص 1 ناقص 1 على إكس مربع ناقص 4 هكذا أبنائي، لما الإكس أولا يؤول إلى الناقص 2 بقيم أقل. نعوض ونلاحظ أين يحدث، تحدث حالة عدم التعيين. تساوي 2 على ناقص 2 ناقص 1 تصبح ناقص 3، هنا لم تظهر، ناقص 1 عوض هنا صفر، لأن تصبح 2 ناقص 2 صفر. إذا بما أن حدث الإشكال في هذا المكان، نأتي إلى الجدول مباشرة ونكتب إكس مربع ناقص 2 ناقص 4 ناقص 4 عندما تنعدم عند الناقص 2 والإثنان. عوضوا تجد الكلام حقيقي. معدل من الدرجة الثانية هنا نفس الأ وهنا النفس وهنا العكس. نحن نتحدث عن الناقص 2 بقيم أقل، معناه هنا ناقص زائد، عفوا زائد، ها هو الزائد. تصبح ما لا نهاية وناقص زائد في ناقص تصبح ناقص ما لا نهاية فقط. الآن عند الناقص 2 الآن بقيم أكبر، نكتب هنا بقيم أكبر، هنا تبقى كما هي، إلا أن هنا أبنائي في هذا المكان هنا تصبح صفر ناقص، تصبح هنا زائد ما لا نهاية فقط. لاحظتم كيف بهذه البساطة. الآن نأتي بعد ما حسبنا عند ماذا، عند الناقص 2 نكمل مباشرة مع الاثنان ثم نأتي إلى الواحد. الآن نأتي إلى ماذا؟ إلى العدد زائد 2 أولا بقيم، أكيد نقول بقيم أقل، بقيم أقل معناه هكذا. نعوض بالاثنان، ماذا تعطي لنا أبنائي؟ تصبح هنا في هذه المكان تصبح 2 ناقص 1 تعطي لنا 1، تصبح 2 على 1. الآن في هذا المكان سوف تصبح صفر، لكن 2 بقيم أقل لاحظوا صفر ناقص، تصبح تساوي لنا ما لا نهاية. حرب الإشارات سوف تبقى لنا زائد ما لا نهاية. لاحظتم الآن بقيم، كيف بقيم أكبر هكذا أبنائي. عوضنا هنا تبقى لنا 2 لا تتغير، بقيم أكبر معناها هكذا. لاحظوا ماذا أعطت لنا، أعطت لنا صفر زائد، تصبح كم أبنائي؟ تصبح ناقص، هنا ناقص ما لا نهاية، أي ناقص ما لا نهاية. ما هو التفسير البياني؟ هو الإكس يساوي لنا الناقص 2 والإكس يساوي لنا الإثنان، مستقيم مقارب كيف هو؟ كيف هو؟ عمودي، عمودي بهذه البساطة. الآن بعد ما أكملنا عند الناقص 2 والإثنان، بقي لنا عند الواحد بقيم أقل وقيم أكبر بنفس الخطة التي عملنا بها يا أبنائي. معناه لا تخافوا، الأمور كلها بسيطة باستعمال شيء يسمى الجدول. كيف نكتب؟ نكتب هكذا ليميت ماذا؟ ليميت 2 على إكس ناقص 1 ناقص
واحد على إكس مربع ناقص أربعة. لما الإكس يؤول في الأول إلى الواحد بقيم أقل تصبح تساوي. إذن هنا ما علينا أولا أننا نعوض. ماذا تصبح؟ تصبح اثنان على واحد ناقص واحد صفر، لاحظوا، ناقص واحد على، نحن نعوض بماذا؟ نعوض بالواحد. تصبح هنا كم؟ تصبح هنا ناقص ثلاثة. تصبح ماذا؟ لاحظوا، اثنان على صفر ناقص زائد ثلث، يعني هنا لا يحدث شيء، بقي لنا اثنان على صفر. بما أن حدث الإشكال هنا علينا اللجوء إلى الجدول أبنائي اللي هو إكس ناقص واحد، ينعدم عند الواحد هكذا، هنا عكس وهنا النفس، أكيد هنا دائما نقص ما زائد من هذه بدون داعي أن أكتبها. بقيم أقل، لاحظوا نكتب هنا هكذا وهنا هكذا، تصبح هذا لا يحدث شيء، تصبح هنا ما لا نهاية، هنا تصبح ناقص ما لا نهاية. بقيم أكبر أبنائي لا تخافوا هكذا، تصبح هنا لاحظوا بقيم أكبر تصبح هنا زائد وهنا زائد، وسوف تعطينا زائد ما لا نهاية. التفصيل البياني هو إكس يساوي واحد مستقيم مقارب، كيف هو؟ عمودي. بهذه البساطة أبنائي قد تعلمنا كيفية كيفية الهروب من حالة عدم الداعي. الآن نأتي إلى المثال الآخر، لاحظوا جيدا، ها هو أمامكم. أولا ماذا قال؟ أحسب النهاية، من الناقص ما لا نهاية والصفر وعند الزائد ما لا نهاية. الآن نأتي الآن إلى الزائد ما لا نهاية. عند الزائد ما لا نهاية نكتب هكذا ليميت، عند الناقص ما لا نهاية، إكس زائد ثلاثة، عفوا زائد هنا، عفوا زائد اثنان الكل قوة ثلاثة ناقص ثمانية على الكل هكذا على الإكس، لما الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية تصبح تساوي ليميت ماذا؟ إكس زائد اثنان الكل قوة ثلاثة على إكس ناقص ثمانية على إكس، لما الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية تصبح تساوي. هذه عند ما لا نهاية أكيد صفر، ويبقى لنا هنا الإشكال أنه إكس زائد اثنان الكل قوة ثلاثة على الإكس. ماذا يمكن أن نقول؟ ما علينا الآن إلا نشر هذه العبارة، لاحظوا ننشرها ونتعلم أبنائي بأبسط طريقة. ننشر إكس، لاحظوا إكس زائد اثنان الكل قوة ثلاثة، ما هي في الأصل؟ هي إكس زائد اثنان مربع في إكس زائد اثنان تساوي هذا جداء الشهير اللي هو إكس مربع زائد أربعة إكس زائد أربعة في ماذا؟ في إكس زائد اثنان. الآن نبدأ بعملية النشر، تصبح إكس كم؟ إكس إكس قوة ماذا؟ قوة ثلاثة. لا داعي لإكمال لأن نحن عند المال نهاية لا نخاف، نأخذ إلا هذا، وتصبح ماذا؟ ليميت أكبر أس، ما هو أكبر أس في هذه العبارة اللي هو إكس قوة ثلاثة. أما البقية تنشر أو لا تنشر لا يهم، لأن نحن نحتاج أكبر حد فقط على الإكس، هذا ذهب إلى الصفر الذي نتحدث عليه، لما الإكس يقول إلى ماذا أبنائي؟ إلى الناقص ما لا نهاية، يختزل هذا مع هذا تصبح ليميت إكس مربع إكس مربع لما الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية، وتعطي لكم ماذا؟ زائد ما لا نهاية. بنفس الطريقة أبنائي عند الزائد ما لا نهاية، هنا هكذا وهنا هكذا وهنا هكذا وهنا هكذا، وتبقى النتيجة كذلك زائد ما لا نهاية. الآن بعد ما أكملنا عند الملانهايات نأتي الآن إلى العدد الذي هو، الآن نكمل أبنائي مع الصفر. في الصفر علينا أولا أبنائي أن نأتي لو نعوض مباشرة، لاحظوا لو نعوض مباشرة ماذا يحدث؟ عوضوا هنا بالصفر وهنا بالصفر، تصبح اثنان قوة ثلاثة اللي هي ثمانية ناقص ثمانية على صفر التي هي صفر على صفر. قلنا لما تكون هذه كثير حدود وهذه كثير حدود أو ثنائي حد، ما علينا إلا طريقة الاختزال، هي الطريقة الوحيدة. الآن جئنا إلى ماذا؟ إلى إكس زائد اثنان، قمنا بعملية نشرها، هذه هي أبنائي قمنا بعملية النشر، لاحظوا لما نشرناها وجدنا هذه القيمة التي تظهر هنا،
ما علينا الآن أبنائي إلا ماذا؟ إلا تعويض هذه القيمة في هذا المكان أبنائي. ماذا تصبح؟ لاحظوا، تصبح F لX قبل أن نحسب النهايات. لاحظوا، تصبح X قوة 3 زائد 6X مربع زائد 12X زائد 8 ناقص 8. ها هي الناقص 8 على ماذا أبنائي؟ على الإكس. لاحظوا، يختزل هذا مع هذا، ثم يختزل هذا مع هذا مع هذا مع هذا. كيف؟ يعني لو استخرجنا يعني الإكس مربع، الإكس عامل مشترك، ماذا نجد؟ لاحظوا، تصبح F لإكس يساوي إكس في، استخرجوا، يصبح إكس مربع زائد 6X زائد ماذا؟ زائد 12 على X، وهنا يبقى لنا ماذا؟ في واحد. تعالوا نختزل هذا مع هذا، ماذا يبقى لدينا؟ تبقى لدينا F لX يساوي لنا X مربع زائد 6X زائد 12. الآن نحسب النهاية، تصبح ليميت F لX لما الX تؤول إلى الصفر، عوضوا هنا صفر، صفر سوف تعطي لنا ماذا؟ 12. إذا نهاية الصفر أعطت لنا 12 بهذه البساطة فقط أبنائي. أعطيت لنا نقطة فقط، يعني نقطة إحدى يعني إحداثيها إذا سمينا هذه النقطة هي الصفر وال 12 فقط. بهذه البساطة نصبح الدالة مستمرة هناك. الآن نأتي بعد ما أكملنا إلى هذا المثال، نأتي إلى هذا المثال الذي تلاحظونه هنا. نبدأ أولا بأن نقسم، نقول ليميت ماذا؟ نأخذ أكبر حد على أكبر حد، لأننا نحن عند اللانهاية، تصبح ثلاثة عفوا ثلاثة إكس مربع على إكس مربع لما الإكس يؤول إلى الناقص من النهاية، يختزل هذا مع هذا كم أبنائي؟ ثلاثة. عند الزائد ما ينك كذلك تعطينا الثلاثة. تفسيرها البياني إيكغيك يساوي ثلاثة مستقيم مقارب، كيف هو أبنائي؟ أفقي، بهذه البساطة. الآن بعد ما أكملنا مع المالانهاية نأتي إلى الأعداد اللي هي عند الناقص واحد وعند الأربعة. أولا ما علينا إلا نبدأ، نقول ليميت 3x مربع زائد 2x على x مربع ناقص 3x ناقص 4 لما الإكس يؤول إلى ماذا؟ إلى الناقص واحد تساوي. تعالوا نعوض في البسط. لو نعوض في البسط بالناقص واحد ماذا تعطينا؟ تعطينا ثلاثة ناقص اثنان، لأنه نعوض بالناقص واحد على ماذا؟ على أكيد على الصفر. تصبح كم؟ تصبح واحد على صفر، لأنه نعوض بالواحد سوف تجدون الصفر لا جدال. نحن نعوض قلنا عند بماذا؟ بالناقص واحد، نعم سوف تعطينا الصفر. الآن ما علينا لما نتج الصفر في المقام اللجوء إلى الجدول، ونضع عبارة المقام اللي هي x مربع ناقص 3x ناقص 4 عند ماذا تنعدم؟ تنعدم عند هذه القيم ناقص واحد و 4 هكذا أبنائي. معادلة من الدرجة الثانية هنا نفس ونفس وعكس. الآن بقيم الناقص واحد بقيم أصغر، ها هي هكذا بقيم أصغر، معناه عندنا زائد وهنا زائد وتصبح واحد على الملانية هكذا. بقيم أكبر هذه الجهة يعني هنا تصبح هكذا وتصبح هكذا وتصبح هكذا، يعني ناقص ملانية x يساوي ناقص واحد مستقيم مقارب عمودي، بهذه البساطة أبنائي. الآن بعد ما أكملنا مع ماذا؟ مع الناقص واحد نأتي إلى الأربعة. نقول ليميت ماذا؟ 3x مربع زائد 2x على ماذا؟ لاحظوا جيدا، قلنا على x مربع ناقص 3x
ناقص 4 هكذا أبنائي، لما الإكس يؤول إلى الأربعة ثم نتحدث بقيم أقل أو أكبر تساوي، نعوض، نعوض هنا بالأربعة، هنا تعطي لكم ماذا؟ تعطي لكم 16 في 3، 16 قلت في 3 تعطي لنا 48 ناقص هنا هذه 4 يعني 8، تصبح زائد عفوا زائد 8 على المقام لا جدال سوف نجد صفر، تصبح هنا كم؟ تصبح 56 على صفر. بما أن حدث الإشكال في المقام ما علينا إلا اللجوء إلى الجدول، الأربعة بقيم أقل ها هي نهايتها، ها هي كم تساوي؟ صفر ناقص وهنا ناقص وتعطي لنا ناقص ما لا نهاية. نفس الشيء ليميت اف لإكس، لما الإكس الآن هنا بقيم أقل لا تنسوا، أربعة بقيم أكبر تعطي لنا في البسط 56، ونتمنى في البسط أن لا أكون مخطئ في الحساب، فقط القيمة تظهر أنها موجبة لا جدال، على صفر، لكن صفر ما هو الصفر؟ صفر موجب لأن نحن بقيم أكبر هكذا، وتساوي ماذا؟ تساوي لنا هكذا، وحرب الإشارات تعطي لنا زائد ما لا نهاية، ومنه إكس يساوي أربعة أبنائي مستقيم مقارب عمودي. بهذه البساطة تعلمنا كيفية حساب النهايات باستعمال الجدول، لأنه هو أبسط شيء في الوجود، يعني الجدول سوف يخرجكم من أي مأزق كان، حتى ولو أعطيت لنا هذا المثال، يعني أعطينا 2 إكس ناقص 1 على مثلا على 5 ناقص مثلا 2 إكس مثلا، هنا لا تخافوا أكيد مجموعة التعريفية R ما عدا نعم ما عدا الخمسة على 2 لأنها هي التي تعدم. هنا بأبسط طريقة لو نبدأ عند النقص ما لا نهاية، نقول أكبر حد على أكبر حد تصبح الليميت ماذا؟ أكبر حد اللي هو 2 إكس، وفي المقام هو الناقص 2 إكس، احذروا نختزل هذا مع هذا تعطيكم ناقص 1، هذه لما إكس يؤول إلى الناقص أو الزائد مثلا يعني كلاهما، ويكون التفسير هو إيكغيك يساوي ناقص 1 مستقيم مقارب، كيف هو؟ أفقي. الآن لما نأتي الآن عند 5 على 2، عند 5 على 2 نقول ليميت 2 إكس ناقص 1 على 5 ناقص 2 إكس. الآن لما الإكس يؤول إلى 2 إلى 5 على 2، لو نعوض مباشرة سوف نجد صفر، يعني في البسط ماذا نجد؟ نعوض تصبح 2 في 5 على 2 ناقص 1 على في المقام 5 ناقص 2 في 5 على 2، تصبح هذا يختزل مع هذا تصبح 5 ناقص 1 اللي هي 4 على ماذا؟ هذا يختزل مع هذا على الصفر. أين حدث الإشكال أبنائي؟ حدث في المقام، لما حدث في المقام سوف نأتي ونضع جدول هكذا فقط أبنائي لا تخافوا هكذا، ونكتب عبارة هنا الإكس أكيد عفوا هنا قلت الإكس عفوا نكتب هنا الإكس ينعدم عند العبارة اللي هي 5 ناقص 2 إكس، تنعدم أبنائي عند 5 على 2 هكذا. لاحظوا هذه هنا، هذه الكتابة هي نفسها ناقص 2 إكس زائد 5، لاحظوا إلى الآ كم هو؟ هو ناقص، يعني هنا عكس وهنا نفس الآ. ما معناه؟ معناه بقيم أقل، بقيم أقل هنا كما تلاحظون تعطي لكم زائد وتعطي لكم زائد ما لا نهاية، بقيم أكبر اللي هي F لإكس لما الإكس يؤول إلى 5 على 2 بقيم أكبر، نعوض في البسط أكيد قلنا وجدنا 4 في المقام 0 بقيم أكبر، لاحظوا أبنائي ناقص وتعطي لنا ناقص ما لا نهاية. التفسير البياني إكس يساوي لنا 5 على 2 مستقيم مقارب عمودي، يعني لا تخافوا أبنائي أصلا في هذه الدورة من هذا النوع، إذا وجدتم الأعداد اعتمدوا على هذا الجدول فقط، إذا وجدتم صفر على صفر اعلموا أن طريقة الاختزال
كما تحدثنا سالفا. وفي الأخير زوروا، إن وجد أخطاء في الفيديو أرجوكم أعذروني، على ربما مصاب بإرهاق فقط، يعني إن نسيت ناقص أو المهم، اعلموا على الفكرة واحفظوا الفكرة، لأنها عليكم بحفظ الأفكار في التمارين، يعني حفظهم، لأن في البكالوريا يقول لك أجب، لم يقول لك أفهم أم أحفظ أو لا يهم، المهم تتحصل على النقطة. وزوروا موقعنا أو صفحتنا على الفيسبوك للأستاذ نور الدين كي يصلكم جديدنا باستمرار، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.